النظام الهرموني كيضبط لنا جل وظائف الجسم. هذا النظام تتأثر بواحد المجموعة من العوامل، من بينها الجوع أو الصيام. فالصيام كيأثر على إفراز واحد المجموعة من الهرمونات، من بينها هرمونات الأنسولين. فالأنسولين اللي تنتجها البنكرياس كينخفض المعدل ديالها خلال الصيام، لأن ما كاينش أكل اللي تدخل على الجسم، ولكن كتزاد الفعالية ديالها. وهذا التغيير كينفع بشكل كبير الأشخاص اللي عندهم زيادة في الوزن أو عندهم سمنة، فكيمنعهم من ظهور السكري من النوع الثاني عند هاد الأشخاص. أيضا تنفع الأشخاص اللي هما ديجا في مرحلة ديال ما قبل السكري، باش ما كيتطورش المشكل ديالهم. هاد التغيير في الأنسولين كينفع أيضا الأشخاص أو السيدات اللي عندهم تكيس في المبيض، فكتحسن الحالة ديالهم. من بين الهرمونات أيضا كاين الهرمونات ديال النمو. فهاد الهرمونات ما تنحتاجوهاش غير في الطول، في طول القامة، وإنما في أمور أخرى. فالإفراز ديال هاد الهرمونات كيتزاد خلال الصيام، فكتمكننا من حرق الدهون باش نحولوها لطاقة اللي غنستافدو منها بلا ما نقيسو أو بلا ما نضيعو العضلات، وبلا ما نأثرو على صلابة العظام. من بين الهرمونات ايضا اللي كتاثر بالصيام هرمونات الادرينالين اللي كتنتجها الغده الكظريه. وهاد الهرمونه دائما تنعرفوها هي هرمونه ديال الستريس، او ملي تيكون انذار بخطر في الجسم فكتزاد هاد الماده ديال الادرينالين. والخطر اللي تيكون في الصيام اللي كيشعر به الشخص هو الجوع والعطش، فكيتزاد هاد النسبه ديال الادرينالين باش كتطلع لينا مستوى السكر في الدم، باش الشخص ما كيطيحش في هبوط السكر. هي ايضا تتحلل الشحوم الثلاثيه وكتحولها تتحولها للسكر عفوا. من بين الهرمونات ايضا كاين ماده الكورتيزول، وهذا الكورتيزول تنعرفوا بان الاشخاص اللي ما عندهمش هذه الماده ما تيمكن لهمش نهائيا يصوموا، لان الشخص اللي ما عندوش الكورتيزول تيقدر يدخل في حاله ديال الغيبوبه بسبب هبوط مستوى السكر في الدم. هاد الهرمونات كلها كيتزاد الافراز ديالها او تنقص، باش تتمكننا اننا نصوموا في امان، وباش نستافدوا من الصيام.